نعم، يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة الوسطى، هنا في منطقة دير بلح تحديدا في المنطقة الشرقية. وقبل قليل الجيش الإسرائيلي أبلغ بإخلاء كل منطقة المصدر المحاذية لمدينة دير البلح من المنطقة الشرقية، بالإضافة لإخلاء منطقة المغازي وأحياء كبيرة وكثيرة في المنطقة الشرقية من شارع صلاح الدين في منطقة المغازي ومنطقة المصدر. الآن السكان بدأوا بالخروج من هذه المنطقة باتجاه المنطقة التي يقول الجيش على أنها منطقة آمنة، وهي منطقة المواصي والمنطقة الغربية أيضا من مدينة دير البلح. نتحدث هنا عن قصف مدفع متواصل واطلاق نار من طائرات الكواد كابتر على منطقه شارع ابو عريف، وهذه المنطقه التي تقع في المنطقه الغربيه من شارع صلاح الدين. لاول مره ان تصل التهديدات الاسرائيليه الى المنطقه الغربيه من شارع صلاح الدين، والتي تعتبر المنطقه الوسط في مدينه دير البلح. هذه المدينه التي يتكدس فيها ما يقارب من مليون نازح بحسب احصائيات صادره عن البلديه، وهذه المنطقه خرج 10 آبار عن العمل موجوده في المنطقه الشرقيه، وهي المنطقه التي تقدمت فيها الدبابات الإسرائيلية وتقوم الآن بعمليات قصف وتدمير لأبراج القسطرة الموجودة في المنطقة الشرقية وعلى بعد كيلومتر واحد من منطقة السياج الفاصل. بالإضافة إلى ذلك، الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم انسحب من مدينة حمد بعد عملية عسكرية لأكثر من أسبوع تقريبا في هذه المنطقة. الدخول كان مباغت لمدينة حمد، وبالتالي الآن عندما خرج الجيش الإسرائيلي والدبابات من هذه المنطقة تم العثور على عشرات الجثامين لشبان تم قتلهم وإعدامهم بشكل متعمد ميدانيا في المنطقة التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي في محيط مدينة حمد. حتى المنازل التي دخل إليها الجيش كان يطلق النار على السكان المتواجدين داخل هذا المنزل. بالأمس كان هناك مناشدات من الدفاع المدني لتمكينهم من الدخول لمنزل تم استهدافه لعائلة أبو هدروس، تم استهدافه في محيط مدينة حمد. واليوم طواقم الصليب الأحمر والإسعاف والدفاع المدني الآن منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة يحاول العثور على عشرات الجثامين المفقودة في منطقة مدينة حمد وفي محيط منطقة مدينة حمد. قبل قليل تم العثور على 10 جثامين لعائلة أبو هدروس التي كان بالأمس الدفاع المدني يناشد للدخول لإسعاف هذه العائلة، والآن تنقل هذه العائلة جثامين منذ ساعات صباح هذا اليوم. تقريبا نعم. تم نقل 50 ضحية 50 جثمان تم العثور عليها من مدينة حمد ومن محيط هذه المدينة، نقلوا إلى مستشفى ناصر. ويجري الآن عملية انتشاء لأعداد كبيرة من الجثامين والمصابين الذين تم العثور عليهم إلى مستشفى ناصر. نتحدث عن دخول مباغت وخروج فجأة، والآن يجري عملية نقل هذه الإصابات، بالإضافة لوجود أعداد كبيرة من المصابين والمفقودين والضحايا في شوارع مدينة رفح. لم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إلى هذه المنطقة، وبالتالي كل من كان يحاول العودة لمنزله وتفقد منزله أو محاولة اصطحاب حاجياته وأوراقه الشخصية كان يتم استهدافه عن طريق طائرات الكواد كابتر الموجودة في المنطقة الغربية لمدينة رفح.